تناولنا كل القضايا اللي بتهم مواطن الولاية الشمالية، وتفاكرنا وتحاورنا الحمد لله في مجال الصحة، في مجال بعض يعني في مجال الزراعة، في مجالات كثيرة يعني تفاكرنا والحمد لله. في الصحة طبعا تطرقنا لمشاكل اللي بتواجه القطاع الصحي في الولاية الشمالية، وكان كلام طيب أبدى سعادة وزير الصحة استعداد كامل إنه يقف معانا في حل كل الإشكاليات في القطاع الصحي. تطرقنا للمشاكل اللي بتواجه الزراعة في الولاية الشمالية كولاية زراعية في المقام الأول، والمشاكل اللي بتواجه المشاريع الزراعية والمشاكل اللي واجهتنا حقيقة في الموسم الزراعي، ولقينا استجابة طيبة من كل الحضور في إنه كل ما يليه يقف معانا في حل إشكاليات الإشكاليات اللي بتواجه الزراعة في الولاية. اضطررنا برضو يعني نقاط ومحاور مهمة جدا فيما يلي: تشغيل الشباب والاستفادة من طاقة الشباب في الولاية، ولقينا استجابة كاملة من كل المسؤولين ومن كل الحضور إنه يقيفوا داعمين للولاية الشمالية. اضطررنا برضو لبعض الإشكاليات اللي بتواجهنا في توفير عربات وعربات إسعاف للمستشفيات المختلفة في ولاية مترامية الأطراف.